منها كبار كبعد رجال الاعمال. مهم الملفات دي تتفتح، وده كله بيضغط على الاقتصاد المصري وبيضغط على النادي الاجنبي طبعا. وبالتالي لو انا بتكلم على انه النادي الاجنبي ضغط عليه من خلال المشروعات القوميه زي قناه السويس وغيرها، لا طب انا عندي وعلى الاقل قناه السويس هتخدم مش بس في الوقت الحالي، لا هتخدم على مدار سنوات طويل. فمن باب اولى بقى المنافذ الخلفيه اللي بتهد في الاقتصاد وبتهد في الصناعه الوطنيه وبتاثر على المواطن، لانه مؤكد كل ما يتم تهذيبه غير مطابق للمواصفات، فده بيضغط على المواطن في دخله وفي صحته. خلينا نربط ما بين الاثنين،